صحيح. لا واحنا نقدم خدمه شنو بعد؟ نقدر نطلب حق اي شخص يعني اذا يبي مواقع من مواقع خارجيه بيطلب اي شيء يطلب عن طريق موقعنا جميل. واحنا نجيبها واحنا نتحمل مسؤوليه يعني معناته ان انتم توصلوا له البضاعه بعدين يدفع واحنا نتحملها وبعدين جميل. هو يدفع جميل. فبالتالي هذه ميزه تعتبر يعني نعم. انا اقدر اذكر في احد الاصدقاء حصل له موقف نعم. دفع عن المواقع الخارجيه اشترى من احد المواقع الخارجيه نعم. اول مره اشترى مبلغ قليل بما يعادل 50 دينار كويتي جميل. المرة الثانية نفس الشيء يأتل السلعة المرة الثالثة دفع مبلغ كبير لليوم وهو ناطر السلعة ما وصلت له جميل فبالتالي نعم. يعني الضمانات عندكم أن تصل البضاعة قبل يدفع الكاستمر ولما توصل البضاعة يدفع نضمن الكاستمر من جميع النواحي جميل جميل أسأل أيضا أستاذ عبد العزيز المهندس يعني شلون كان دوركم وشلون مشاركتكم في الجائزة أنا بس أعطي نبذة سريعة حتى عن الموقع فضل. حتى يعني اليوم المجتمعات تتسابق بأمور الثقافة نعم. التراث عبارة عن ثقافة نعم. وإحنا من واجبنا صراحة أن نحافظ على هذا التراث يعني يمكن في وايد ناس يغفل عنهم قراءة بعض جوانب يعني التراث الكويتي نعم. اللي هو زاخر حقيقة يعني كثير من الأمور جميل طيب أنا بس بستوقفك عند هذه النقطة أستاذ نعم. المهندس عبد العزيز التراث الكويتي ترى صعب جمعه وخصوصا ان بعض يعني من التراث هناك من زور التراث وعلى هواه مشى التراث الكويتي يعني كيف قدرتم تحصلون على المعلومات هذه وتحطونها وهل دقيقه ولا هم انتم بعد عندكم تشكيك في هذا الموضوع؟ نعم سؤال يعني وايد ممتاز صراحه لان هذا شيء يعني متعب صراحه حتى الواحد انه يوصل حق يعني المعلومة الصحيحة حتى صحيح. يعني نشر المعلومات أمانة أمانة أكيد يعني الناس راح تدش وتقرأ ويمكن ترجع لها في يوم من الأيام جميل في كتب مختصة في التراث الكويتي بالتحديد نعم بمختلف مجالات يعني أنا لو أتكلم مثلا عن العملات الكويتية يعني في الكويت نعم. من قبل الدينار يعني من الربيات ومن نعم. يعني قبلها في كتب مختصة بس في عملات الكويت بالتواريخ مثلا بالتواقيع يعني في كل الأمور اللي مرت على العملة الكويتية سواء ورقية أو معدنية جميل. أيضا في مثلا احنا عندنا قسم عن الكتب يعني الكويتية القديمة أو نعم. النادرة خلينا نقول نعم. فهذه يعني احنا حتى مصورينها وجزء منها كبير احنا نملكها أصلا فيعني كل ما ينشر احنا نكون متأكدين منه يعني من ناحية المعلومات جميل. وغالبا ما يكون متوفر عندنا فاحنا نصوره وننزله بنفسنا يعني جميل. يعني الدليل عليه الصورة والتوثيق بالضبط. طيب ما لجأتوا لدول برا مثلا لتأخذون ايضا من التراث مثل ما سمعنا لنا في لندن او في انجلترا يعني يهتمون بتراث الكويتي وايضا هناك يوجد عندهم فهرس كامل في المتحف كامل للتراث الكويتي هل لجأتوا لهذا المكان أو لهذا الموقع؟ بالضبط يعني هذه المرحلة حتى احنا حاطينها لقدام احنا بلشنا في الأمور اللي متوفرة عندنا نعم. حاليا لكن في أمور فعلا احنا احتجناها يعني حتى من يمكن ما أدري مضحك أو شيء يعني في بعض الأمور احنا ما لقيناها في الكويت طلبناها من برا نعم. يعني حتى من العملات أو من الكتب أو من الطوابع يعني في طوابع جدا نادرة وقيمة مثلا حصلناها في أمريكا وفي بريطانيا أو حتى في فرنسا نعم. فهذه احنا أصلا جايبينها من برا في المقابل يعني هم من واجبنا ان احنا مو بس نكتفي في يعني في الكويت يعني هم نعم. يعني خذينا جانب يعني شلون نوصل الثقافه هذه حق خارج الكويت حلو فانشانا حتى سوق صغير في الموقع حاليا للحين في قاعد نطوره نعم. بحيث ان نعرض الشغلات الكويت التراثيه باسعار جدا رمزيه نعم. الهدف منها ان الزائر من خارج الكويت ممكن يحصل عليها بسهوله جميل بمجرد يعني الطلب من الموقع احنا نرسل له اياها ان شاء الله حلو طيب شنو اهم الاشياء اللي فعلا ما لقيتوها بالكويت وجبتوها من برا يمكن اهل التراث يعني حتى يعرفون نعم. في هذا الشيء يعني انا ما ادري وين ابدي بس لو اتكلم مثلا في العملات الورقيه عندنا الأمية ربية الهندية أمية نعم. ربية الخليج هذه لان في اصدارات كثيره انا اتكلم عن ربية الخليج نعم. هذه من الامور النادره الصراحه حصلناها من برا الكويت ايضا في مجال الكتب في كتاب جدا نادر يعتبر من اندر الكتب نعم. يعني في الكويت اللي هو الايات الصباح في مدائح الشيخ مبارك آل صباح نعم. هذا ايضا يعني هم يعني حصلناه وجدتوه لقيتوه الحمد لله زين تمام نعم. الله يعطيكم العافيه وموقعكم اسمه الدروازه الدروازه جميل نعم. جدا طيب دكتور جاد يعني كم استغرق وقت بحيث انكم انتم بديتوا تستعدون لهذه الجائزه وكم اخذتوا من الوقت بحيث ان تصلون الى هذا المستوى والله نحب أول ولد إحنا نشعر بالفخر والسعادة نعم. على فوزنا بالجائزة طبعا إحنا ما كنا متوقعين نعم. هي جت
يعني لفتة كريمة وحلوة وإحنا شعرنا بالفخر منها. بس إحنا حسينا طبعا من بمسؤولياتنا الإعلامية التوعوية تجاه الجمهور اللي بنخدمه. فإحنا الحقيقة عندنا مجلات وبروشرات وبنعمل محاضرات عامة بدعم جهات عديدة. فقرر المركز إن يعني رقب المعلوماتية اللي حضرتك تفضلت في بداية حديثك عنه أهميته. إن إحنا لازم يكون عندنا موقع إلكتروني. فالحقيقة بلشنا يمكن 2006-2007 وعملنا الموقع. بس بعد ما أصبح جاهز للجمهور إحنا حسنا أن إحنا بعدم الرضا عنه. حسنا أنه محتاجين أكتر يتطور. جميل. فقلنا خلص نشوف شركات أخرى نتعامل معها. فعملنا يعني استجلاب لعروض الأسعار وحصلنا شركة من الشركات وبلشنا نعمل معها العمل الطافي. يمكن عام ونصف تقريبا استغرق بناء الموقع. وطبعا هو كان متعب موقعنا الحقيقة. عشان كده نشعر بالفخر لأن احنا مجالات عملنا تميزنا يعني مع الإخوان اللي كل يتكلم على مجال تميزه. احنا تميزنا في مركزنا في شمولية خدماتنا. جميل. احنا قلما تجد مركز زينا. احنا يمكن أكبر مركز على مستوى الوطن العربي لله الحمد. الكويت الحمد لله متقدمة في مجال رعاية الحاجات الخاصة والأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام وصعوبات التعلم بشكل خاص. فاحنا عندنا تشخيص وتدريب وتوعية وعلاج كله في مكان واحد. جميل. عادة تلاقي مراكز متخصصة في الاستشارات أو مدارس في جرب العلاجي أو مراكز تدريبية. بس قلما تجد كل هذه في جانب واحد. جميل. فهذا النوع من التميز أدى إلى نوع من التحدي في أثناء يعني شمولية الخدمات عندكم كلها متكاملة. جميل. فهذا خلق نوع من التحدي في بناء الموقع الإلكتروني. جميل. يعني هل الموقع الإلكتروني هل موقع مدرسة ولا موقع مركز ولا موقع هل في ألواح ولا موقع تدريب. وإحنا كمان عندنا يعني والله الحمد السادة لما عمل أوقاف بيدعموا وعملنا. فإحنا عندنا خط ساخن خط وطني ساخن. جميل. فأي حد يحب يستفهم يدق تليفون وإحنا نساعده. جميل. فحبينا نعمل يعني استخدام الإنترنت والأونلاين. إن حد يبعث لنا إيميل وإحنا نجيب على الاتصالات. جميل. فالحقيقة الإخوان الشركة المصممة للموقع يعني احتاروا معنا شوية في كيفية الاتيان بي. فاستغرق يمكن سنة أو سنة وشهرين أعتقد. جميل. أخ فلاح أنتو أستاذ محمد يعني هل أيضا أنتم كان في وقت معين ولا أنت أنا حسب ما سمعت تقول 8 شهور؟ والله إيه طبعا. لكن قبلها كم جهزتوا الفترة اللي خذت يعني قبلها تقريبا ب6 شهور. احنا طبعا مؤسستنا من سنة 2007 نعمل في مجال التجارة العامة والمقاولات. فكرة الموقع جتنا يعني بعد يعني قبل 8 شهور. انا حضرت لها قبلها بسنة تقريبا. قاعد افكر بالمشروع واخطط له واحط الداتا اللي محتاجها انا واجمع الافكار. وطبعا اول ما بلشنا بالموقع شغلنا 8 اشهر صار لنا الحين تقريبا مشغلين والله الحمد حصلنا على الجائزه يعني انجاز كبير بالنسبه لنا. جميل. لان في مواقع شغاله 5-6 سنين وللحين يعني مو محصله على جوائز نفس اللي حصلناها احنا هذه. فكانت الخطه ان يعني ان قبل 8 شهور شغلنا وضفنا الخدمات هذه. وطبعا احنا محتاجين الموقع سجلنا عن طريق الانترنت بس محتاجين احنا حق شنو حق استافنا ان شاء الله. في عندنا مندوبين محتاجين. جميل. ممرضين وكلاء يعني ما نقدر نبيع شيء من غير ما نرجع حق مثلا الوكيل يعني. نعم. جهاز بنبيع ولا وكيل بالكويت ما اقدر ابيع الا اخذ منه موزع معتمد ابرم عقود مع هؤلاء التجار كلهم. جميل. فهذه الصعوبات اللي قاعد تواجهنا احنا وان شاء الله قادرين نتغلب عليها ان شاء الله مع الوقت. جميل جدا. ايضا اسالك مهندس عبد العزيز يعني هل انت عانيت مثل ما عانوا الشباب يعني فترات ولا لا قدمتوا فيه في وقتها وقلتوا احنا موجودين كمركز او كسايت؟ هي طبعا الادوات الموجوده والمعروضه في الموقع انا ما اقدر حتى احصيها بوقت لان يعني اخذت فترات طويله. لان بمختلف الاقسام وفروعها. لكن تنفيذ المشروع كوني انا مختص في مجال الكمبيوتر. فانا اللي نفذت المشروع استغرق مني تقريبا 3 اشهر. يعني من انشاء ومن اضافه محتويات في الموقع. الهدف كان من الموقع بعد ما سويت بحث كامل على الانترنت ما لقيت موقع مختص بالتراث بشكل شامل. يعني اما يكون في موقع مثلا مختص في الكتب او موقع مختص في العملات او في الطوابع لكن ان موقع يشمل كل هذه الامور في مكان واحد. يعني هذه كانت فكره الموقع. جميل جدا. طيب يعني انا ودي اسال ايضا بالنسبه للتكلفه وكيف قامت يعني تقييسكم او تقييمكم وقياسكم على هل هو على عدد الزوار أم على تنظيم الموقع أم على تكلفة الموقع وإنه بين بالشكل هذا الجميل؟ أبدأ معك دكتور جاد. والله سؤال جدا مهم. أشكر حضرتك سؤال لأن هو لأن إحنا بوصفنا جمعيتنا في عام فما وردنا ومصدرنا يعني محدودة حضرتك عارف.
فكان هذا أحد العناصر. فلما استجربنا عروض أسعار الحقيقة